خطوات تخليني أتشجع أبدأ بدايات جديدة؟ اتشجع ابدا بدايات جديده، ان انا اربط الحاجه بهدف اسمى. يعني يكون عندي غايه اسمى من مجرد ان انا لقمه العيش، ومن مجرد الشغل، ومن مجرد النجاح، ومن مجرد العربيه، ومن مجرد الحاجات دي. لو انا رابط نفسي بهدف اسمى هقدر اعمل اي حاجه. وفي واحد هيقول لك ايه اسمى من كده؟ اسمى يعني من كده ده حياته كلها. الخدمه في حد ذاتها. مفيش هدف اسمى من الخدمه، ان يعني انت تقدري تخدمي حد، او ان انت تقدري تساعدي حد باي صوره. في نطاق عيلتك، في نطاق اسرتك، في نطاق البيئه او المكان اللي انت موجوده فيه، بلدك، اي حاجه، كل واحد في دوره يقدر يخدم بصوره او اخرى. مفيش هدف اسمى من ده. بس ده يشجعه ويبتدي بدايات جديده دايما في حياته؟ لو انه أنا يبقى رابط حياته بحياه الاخرين؟ مش انا هنا مش رابط حياتي بحياه الاخرين، بس انا يكون عندي هدف اسمى، ان انا عايش ليه؟ يعني مثلا لما سمعنا عن الخبر بتاع اوبرا وينفري مثلا. الخبر ده هزني بصوره شخصيه، يعني حد بالطاقه دي وبالانتاج ده وكل الكلام ده وثروتها 2 بليون، يعني رقم رهيب، بس عملت حاجه. ما تقدرش نقول الشخص ده هيموت يعني او هينتهي حياته، لان ليها اسهام. فلو انا قادر اعمل حاجه، شايف نفسي بعد 20 و30 سنه فين في الدنيا، هقدر اعمل ايه؟ هبتدي ارجع بالعكس واقدر اتحرك دلوقتي. لكن لو انا بعيش على اساس يومي مش هعمل اي حاجه، وهيبتدي الخوف هو اللي يشدني لورا. صحيح. لكن اشوف انا ايه الهدف اللي انا عايزه في نهايه حياتي اكون وصلت ليه. روشيتا دكتور عبير، تقولي لنا نتشجع نبدأ بيها بدايات جديدة. طيب خلينا نقول نمرة واحد، أهم حاجة اللي أنا أحب نفسي وأقدرها، دي حاجة مهمة جدا جدا، لأن لو حبيت نفسي وقدرتها وحاولت اللي أنا أفهمها هيبقى في دافع اللي أنا أعمل أي حاجة. لأن طول ما أنا رافض نفسي مفيش دافع جوايا اللي أنا أبدأ أي بداية جديدة وأعمل أي حاجة، لأن أنا مش حب نفسك دي، عشان في ناس بتحب لا نفسها بزيادة، مش أنانية لدرجة إن هي بتهتم مش غير بنفسها. لا، حب الذات مش هو الأنانية خالص، إحنا فهموها لنا غلط وإحنا صغيرين. اللي يحب نفسه يعني أناني، يبقى أناني. بس أنت لو بصيتي في الدين، حتى إحنا عندنا حديث بالحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني لازم أحب لنفسي وبعدين أحب لأخويا زي ما بحب لنفسي. إنما جلد الذات أو اللي أنا أكره ذاتي دي مشكلة كبيرة قوي. فنخلي البداية اللي أنا أحب نفسي وأقدرها، مش أبقى أناني. تمام. الحتة التانية زي ما كان بيتكلم أستاذ مايكل بالظبط، لازم أقعد نفسي مع نفسي أفكر، هو أنا ربنا جايبني الدنيا ليه؟ أنا مش جاية أكمل 90 مليون، ارجع للهدف الاساسي اللي انا اتخلقت عشان ربنا خلقني انا بالذات عشان اعمل حاجه انا الوحيد اللي هعرف اعملها. وما استقلش بالحاجه دي. على فكره مش لازم تكون هدف كبير، هبقى رئيس او هبقى اوبرا وينفري او حاجه زي. ممكن تكون حاجه صغيره، وظيفتي اللي هاديها بمنتهى الكفاءه واعملها كويس مع الناس، دي هتفرق مع مجموعه من الناس، فربنا طالب مني التاسك ده بس. فلازم اقعد مع نفسي واعرف انا جاي الدنيا عشان اعمل ايه. يبقى لازم ساعتها افكر في قدراتي وانا مميز في ايه. مش مهم انها تكون حاجه كبيره قوي، بس ما فيش حد ربنا خلقه من غير ميزه، مش هينفع. صحيح. تمام. وانس اللي انا افكر انا بحب نفسي وانسان مقدر وليا لازمه في الدنيا وانا مميز في ايه، ابدا احط نفسي في الفعل. انا عرفت مثلا اللي انا احسن واحده هبقى مذيعه مثلا زي كارولين، او مثلا استاذ مايكل عرف ان هو ممكن يبقى بابليك سبيكر كويس، يبقى هذاكر بقى في الحته دي، يبقى كل التغير بتاعي على الهدف واشتغل عليه، اقعد اشتغل يعني. مش اقعد اشتت نفسي في حاجات كتير قوي يقولوا لي خد كورس كذا وخد كذا عشان تشتغل. ده اللي بيأخر ناس كتير يا دكتور عبير.